السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. من الاشياء ومن الوصفات التقليدية الجميلة جدا اللي صراحة كتعجبني هي الشير، او لو الشير خصوصا في هذا البرد هذا غادي نقدمه بواحد الطريقة اللي هي سهلة، فتابعوا معي المقادير وطريقة. نحتاجوا على بركة الله، عندنا هنايا واحد 600 غرام ديال الفورص اللي هي واحد تقريبا حتى 3 زليف يكونوا عامرين كبار، حتى ربعة ديال الزليف. ملي كنقول زلافة، زلافة كنجرو فيها الحريرة، واحد ربعة زليف ديال الفورص، وعندي جوج زليف كبار ديال الفينو، وعندي هنا شويه ديال العسل. انا كندير العسل يعني كبديل للسكر، والخميره ديال الخبز والملحه والماء دافي باش غادي نعجن. هادو هما المكونات. نسعوا البركه سي لطريقه التحضير. الطريقه جد سهله، كناخذوا هاد المكونات كلها كنخلطها مع بعضياتها، كنضيفوا الماء شويه بشويه، ما نسبقوش ليه الماء، كنمشيو غير بشويه بشويه. ملي ما بغاش يدير العسل كيدير واحد جوج معالق ديال السكر سنيده. اللي عنده القمح ديال الدار يدير القمح، حتى القمح يكون مشطط يعني يكون مغربل من الخلق. دير جوج معالق ديروا جوج زليف ديال القمح، عاودوا تعجنوا عادي بحال كتعجنوا العجينه ديال الخمر ديال المخمره ديال البطبوط باش تهلا عليا العجينه. حيدتها من البصريه، وغادي نبدا دابا ندلك فيها شويه بشويه. غادي ناخذ الملحه، ندير شويه ديال الماء، ممكن نبدل عندهم العجانه يعجنوا في العجانه، ندخل فيها الملحه صافي. تنبدا ندلك وانا كنرش في الماء بشويه بشويه، ما نرخفهاش من المره الاولى، ما نعطيوش الماء من المره الاولى. حنا تندلكو وحنا تنرشو بالماء. بالنسبه للشير فراه ما فيهش هذاك الشيء ديال بدون دلك، ولا راه العجينه خاصها تدلك مزيان. الا ما تدلكت ما غاديش تحصل على النتيجه اللي بغيتي. لهذا اما في العجانه اولا هكا بيديكم دلكو العجينه مزيان. حنا كندلكو حنا كنرشو بالماء، كيف قلت قبيله ما نسبقوش ليه الماء، ما نسبقوش ليه الماء من الاول، ما نعطيوش الماء من الاول غادي يعذبكم. هو خاصو يتدلك، لهذا سيروا معاه غير بحال هكا. حنا من بعد ما عجننا العجينه ودلكناها مزيان، شوفوا معايا العجينه كي دايره تقريبا بحال العجينه ديال الشفنج، غير هي قاده قاده راسها شويه على العجينه ديال الشفنج. صافي كندهن واحد الكوكوت بشويه تاع الزيت، وكنزيد عليه العجينه وكنخليها حتى كتخمر ويضاعف الحجم ديالها. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي العجينه ديالنا من بعد ما خمرات، شوفوا معايا كيف كتبان، تبان خفيفه. كناخذو كندهنو يدينا بالزيت وكنزولو من هذاك الهواء بحال هكا. انا غادي نبدا دابا نشكل منها كريصات، كنجيب واحد شويه ديال الزيت كندهن يدينا وندهن البلاصه فاش غادي نخدمو، وكنبداو نشكلو منها كريصات ونزلوهم فوق من الرخامه. هنا كنشكلو منها بحال هكا، كنبقاو نقادو بيدينا بحال هكا باش تجينا تجينا الكريصه مقاده. كندورها ونضغط بيديا مزيان صافي، ونزلها دائما فوق من واحد البلاصه اللي تكون مدهونه بالزيت. انا جيت هنا حيت قريب ليا قريبه ليا هكا المقله، كنستمر بنفس الكيفيه كنقطع من العجينه ونشكل بحال هكا، تنجمع بحال شي رزيمه ونضغط مزيان. العجينه راها مرخوفه، صافي ونحط حدا اختها وهكا وانا غاديه حتى كنسالي. حتى من بعد ما كنلولبو الشير ديالنا كندوزو مباشره كنسخنو واحد المقله، ما كنخليوش يخمر المره الثانيه، يعني مجرد ما كنساليو التشكيل ديالو كنديرو واحد المقله
وكنبداو على بركه الله كنطيبو. هنا غادي نرش شويه ديال الزيت، باقا المقله باقا ما سخنتش، صافي تنزل فيها نتوما. واخا تلاحظوا انه عجينته مرخوفه، ملي نزلوها في المقله تنقادو باش يجي الشكل ديالها مقاد. كنقصوا عليه شويه النار باش كيطيب على خاطر. هنا كتلاحظوا انه كيبدا ينبل، وهذا دليل على ان الشير راه ناجح، وهذا من العلامات يعني الشير ديالكم ناجح انه كيبدا ينبل من هكا من الجناب، وحتى من الوسط كيبدا يعطي تعطينا هذوك النفاخات ولا التنبال واحد كيسميه. هنا كنبدا نحرك واحد شويه باش كياخذ ليا الطياب ديالو، يعني الشياره كلها كطيب. شوفوا معايا كيبدا ينبل. صافي هنا غادي نقلبها دابا، غادي نرش بشويه ديال الزيت. انا غادي نزومي لكم باش يبان لكم، انا غادي نزومي باش يبان لكم داك التنبال ديال الشيار. هانتوما صافي دابا غادي نقلب. بسم الله كنطيبوه من جهتين، والنار كتكون يعني متوسطة، ما تكونش عالية وما تكونش النار مهيلة بين وبين. هذا كان بوشيار أو الشيار اللي حضرنا اليوم. كتلاحظوا معايا أخواتي من بعد ما طاب كندهنوه بشوية ديال الزبدة والعسل. طبيعي الحال الزبدة كتكون بلدية، هكا والدينا كنا كنقدمو، كنا كناكلو الشيار كنا كناكلو بالزبدة بلدية مع شويه ديال العسل. تيتقدم بزاف في الفطور ديال العيد، اولا يعني غير هكا دابا الكوتي ولا شي حاجه مره السيدات ديرو، ملي كتلف ليها دير شويه ديال الشيار. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه، وراه تيجي خفيف وتيجي رائع جدا. انا غادي نقسم قدامكم باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل واخا دهنتو. انتما كيف كتشوفوا معايا اخواتي تيجي مهوي، تيجي كله مقطم وكيجي خفيف بزاف. كنعاود ناكد ان البنات اللي بغاو يحضروا بالدقيق ديال القمح الكامل طبيعي الحال ممكن يحضروا، لكن يغربلوه يشطوه كيف ما تنقولوا من الخاله وتيضيفوه مع الفورس. كنتمنى الوصفه تعجبكم بحال اليوم. ما تنساوناش من لايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب الى حلقه قبل بحول الله.